توقف أعمال ترميم السفارة السعودية في دمشق وإلغاء تعيين السفير السعودي لدى نظام الكبتاجون. العديد من الدول العربية كانت تهرول في خطواتها للتطبيع مع المجرم والتي أوصلت الأخير للقمة العربية، لكن يبدو أن ثمة أسباب عديدة تقف وراء تراجع قطار التطبيع العربي مع عصابة الأسد. يأتي ذلك في ظل التوترات بين الولايات المتحدة والميليشيات الإيرانية في سوريا والنزاعات السعودية الإيرانية في الخليج العربي، والتي قد تكون إحدى أسباب توقف التطبيع. ترى ما هي الأسباب الحقيقية وراء تراجع قطار التطبيع السعودي مع نظام الأسد؟ ما الذي جناه النظام من التطبيع العربي؟ وماذا سيخسر بانتهائه؟ وهل يمكن استئناف خطوات التطبيع لاحقاً؟ أم أن الرياض قررت العودة لما قبل القمة العربية؟ كل هذه التساؤلات نجيب عليها في حلقة جديدة من برنامج بين السطور، الذي يأتيكم يوم الخميس الساعة 6:00 مساء بعد الموجز الإخباري مباشرةً.